والله الروتين بشكل عام يعني اكو شغلات اختلقوها يعني ما يعني ما لها داعي، يعني شغلات يعني صراحه يعني ما اعذب المواطن فيها في سبيلها. انت عندك مثلا تصريح عملي مثلا كذا كذا، انا بنحكي بشكل عام يعني. نعم. ما دام انت موقفك سليم والحمد لله والشكر والبلد بامان واستقرار الحمد لله، انت شنو في الكاهل على المواطن؟ اكو ناس معوقين مثلا، ناس كبار سن، هذول خطيه يعني يعانون معاناه بشكل يعني. فنريد احنا نريد شويه سهلوا معنا الحمد لله، ودوار الحمد لله تمشي امور ما تمشي، بس هذا الروتين شوي اخر، ونرجو من المسؤولين هم مرشحين نفسهم حتى يكون المسؤول يجي يفطر يشوف المواطن، يطلع على احواله يعني ايش يحتاج ايش ما يحتاج. والله عندي البحر تسلم راتب وقالوا توقف الراتب مالك. توقف ما تقاعد. شوف الروتين صار لي 15 سنه اني ما اخذ تقاعد، والله الروتين وجهي والله شوف، روح على هسه جيت الصبح على هذا قال لي تروح على الشهداء، رحت على الشهداء قال لي احنا ما لنا شغله، انت ما عندك شيء؟ قلت له لا والله، ورجعوني نفسي. رحت على قانونيه لازم نروح لبغداد، ما يصير مهين، ليش ما يصير مهين؟ بعض مرات مثل الموظف يبعثك على موظف، اي موظف هناك ذاك الشباك، اعطينا اسم الموظف حتى يكون شويه المعامله تمشي شويه اسرع، على الواي يعملوها من الالكترونيه ما تكون اسرع بالنسبه للموظف وبالنسبه للمواطن. جينا من الصبح يعني عندنا شغله ضريبه مال صاحب العقار، اشترينا بيت من شخص تفاجئ بانه عنده تشابه اسماء، هو يعني ما بذمته شيء، طلع اسم مطابق لاسمه. فهسه دايخ بالمعامله بس يريد يصفي اسمه. باقي الدوائر شو ايضا نفس الشيء؟ لا باقي الدوائر يعني بالنسبه للطابه مشكلتها موظفين قليلين يعني ما ومحددين ايام يعني معينه بالنسبه للمناطق، هو لازم يخففهم من الروتين يعني يعوفون هاي الشغلات الورقيه ويلجؤون للشغلات التوثيق الالكتروني حتى يعني يقص عبء على المواطن في المراجعه، مثلا يطلعون وقت يقولوا له بعد يومين عن ما فاتح بغداد ويجينا الرد، احسن ما انت تروح لبغداد وتاخذ لك فواتير اسبوع 10 ايام عادي عن ما تكمل وترجع. والله الروتين شويه يعني اكو صعوبات، بس كدوائر والله الكادر اللي في الدائره يعني يشتغلون، بس ايش يعني قله بالكادر، اذا نرسل الكتاب الى بغداد شويه طول الشهر تقريبا. ايه يعني نرجع منهم تسهيل امور يعني اكثر. المفروض تكون مخاطبات عن طريق الانترنت. الانترنت اكثر شيء بالضبط. افضل افضل اكيد افضل يعني كجهد حتى يعني معتمد ما معتمد احسن ما يروح يجي تعرف يطول طريق وكذا، فعن طريق الانترنت تواصل افضل.